أبناؤنا أمانة في أعناقنا، بناتنا أمانة في رقابنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أبناؤنا مسؤوليتنا، سنسأل عنها أمام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا بني مع الشيخ مصطفى العدوي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.